هذه الجهود المبذولة لخدمة الحرمين الشريفين وتسهيل كل ما يؤمله قاصدوها من العبادات والمقاصد والإرادات المباركة، عمل يعجز الإنسان عن وصفه، ويمكن لا يمكن أن يحيط، ويمكن قد لا يحيط به الوصف إلا أن يشاهده الإنسان بمثل هذه التقارير التي تكشف وتوضح مدى الاهتمام والعناية الفائقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله، وكذلك ما يبذله القائمون على الأجهزة التي تباشر هذه الحشود العظيمة وهذا الاجتماع الكبير في تحقيق مقصودهم، سواء من رجال الأمن أو من رجال الصحة أو من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، الحرم المكي والمسجد الحرام والمسجد النبوي. لا شك أن ذلك يبرز ويظهر صفحة مشرقة وجانب مضيء في الخدمات التي توليها هذه البلاد المباركة لهاتين البقعتين الحمد لله. الشريفتين، وهذا من فضل الله تعالى علينا، ونسأله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وكل من ساهم وعمل وبذل في خدمة قاصد بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.